الإسرائيليون باتوا أكثر فقراً واضطراباً بحسب استطلاع رأي نشره موقع والا العبري، كشف فيه عن بيانات وصفت بالمثيرة للقلق بشأن الآثار طويلة الأمد لاستمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على سكان الكيان المحتل وحكومته. استطلاع الرأي أجرته منظمة هات العبرية، وأوضح أن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة نتنياهو غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب، بينما قال نحو ثلث المستجوبين إن وضعهم المالي ساء مقارنة بالعام الماضي، وأفاد نحو 40% أن وضعهم النفسي سيء جدا. بشأن تدهور الوضع المالي، قالوا إن أحد الأسباب الرئيسية هو تكلفة المعيشة، بإجابة ساحقة بلغت 83.8% من المستطلعين، وبعد ذلك تراكم الديون بنسبة 27.3%، وزيادة سداد الرهن العقاري، وارتفاع سعر الفائدة المرتفع والحاد أساساً بنسبة 24.7%. استعداداً لعيد الفصح اليهودي، قال 36% إنهم لا يملكون أي وسيلة على الإطلاق أو أن وسائلهم محدودة للتحضير للعيد، ومن بين المشاركين ذكر 80% أنهم سيتسوقون هذا العام بطريقة محسوبة ومحدودة أكثر من العام الماضي، و3% لن يتمكنوا من التسوق لقضاء العطلة على الإطلاق بسبب الصعوبات المالية. يأتي ذلك متزامناً مع تصريحات رسمية كشفت عن تأثير الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على اقتصاد دولة الاحتلال، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء مؤخراً أن الاقتصاد انكمش بنسبة 21% في الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق. وزارة المالية الإسرائيلية قالت الأسبوع الجاري إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي، حيث بلغت 43 مليار دولار عام 2023، من بينها 21.6 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، فيما اقترضت إسرائيل 16.78 مليار دولار خلال عام 2022 بأكمله. عام 2023 كان مليئاً بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، وتطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية في خطة الحكومة للاقتراض بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً.